ليلى ولضيفيك الكريمين. إذن وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، إلى لحظة ركلات الجزاء، إلى لحظات التركيز، إلى اللحظات التي ستكون فاصلة في بطاقة التأهل أو العبور إلى القسم الثاني الموسم المقبل. خلاص الفريقان قدم ما لديهما في 120 دقيقة، الآن هو دور الحارسين بالدرجة الأولى، لأن كل الأنظار وكل المتابعين الآن يركزون على الحارسي المرمى، على سامر يعقوب من جانب فريق شبيبة جيجل، وعلى ساعو محمد الأمين من جانب شبيبة أو شباب برج منايل. وفريق شباب برج منايل هو من سينفذ أولا ركلة الجزاء. طبعا الحكم اختار الجهة اليسرى، أو تم اختيار الجهة اليسرى لتنفيذ ركلات الجزاء. من سينفذ بالتأكيد من جانب فريق ميزي هو من سينفذ ركلة الجزاء الأولى لفائدة فريق شباب برج منايل. ميزي في مواجهة سامر يعقوب، من يتفوق؟ هل سيسجل ميزي أم سيتألق سامر يعقوب الذي دخل خصيصا من أجل ركلات الجزاء؟ هكذا فضل سمير حوحو أول ركلة جزاء، أول ركلة جزاء. ميزي في مواجهة سامر، ميزي يتقدم، يسجل هدف أول، هدف أول وركلة جزاء ناجحة، الأولى ناجحة من جانب فريق شباب برج منايل. ينجح في الرهان، إذن توجه بالتأكيد هذه إعادة ثانية، رغم أن سامر يعقوب تابع مسار الكرة ولكنه لم يتمكن منها. يقولون بأن هذا الحارس ممتاز كما ذكر زميلنا أو المحلل إبراهيم زافور، أنه حارس ممتاز وتألق في صفوف الكثير من الأندية. ركلة الجزاء الثانية من تنفيذ لكحل جانب شبيبة بجاية. لكحل يتقدم في مواجهة ساعو، لكحل ينتظر إشارة الحكم. لكحل هل سيعدل النتيجة؟ هل سيسجل ركلة الجزاء الأولى لشبيبة بجاية؟ ضاعت على شبيبة بجاية أو على شبيبة جيجل. نعم الفريق الأخضر النمرة يضيع ركلة الجزاء الأولى، لكن ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ هناك قرار آخر من الحكم. أعتقد أنه الحارس أو تقدم نوعا ما الحارس أو غير بالتأكيد. نعم رغم احتجاجات فريق شباب برج منايل، أعتقد أنه القانون يمنع على الحارس أن يتقدم ويتحرك من مكانه، يبقى طبعا في الخط ولا يتقدم. تعاد ركلة الجزاء والأمل يعاد لفريق شبيبة جيجل بتنفيذ لكحل. هل سيسدد؟ سجل وعدل النتيجة 1-1، ركلة بركلة. الآن لحسن حظ فريق شبيبة جيجل أن حكم المباراة قرر أن يعيد ركلة الجزاء. لو نشاهدها في المرة الأولى نشوفه صح، لأن الحارس ساعو محمد الأمين تحرك من مكانه وتقدم. ركلة الجزاء الثانية الآن من العباس، مصلحة شباب برج منايل. العباس الظهير الأيمن الذي أيضا تحرك كثيرا وقام بأدوار دفاعية وهجومية في المباراة. العباس في مواجهة سامر يعقوب، العباس يتقدم. هل يسجل ركلة الجزاء الثانية؟ تركيز، هدف ثاني، تركيز عالي وهدف ثاني من العباس. ركلتان لركلة واحدة، ركلتان مقابل ركلة واحدة، أفضلية طبعا لفريق شباب برج منايل. رغم أن الساعو تابع مسار الكرة ولكنه فشل في صدها. ركلة الجزاء الثانية الآن بفائدة شبيبة جيجل الراية، اللاعب رقم 14 تيكزا المدافع تيكزا في مواجهة ساعو.
تيكزا تيكزا اوهو ضاعت ضاعت من تيكزا ضاعت من تيكزا حاول ان ينفذها بطريقه فنيه طريقه باينكا ولكنه اضاعها ومرت فوق او استعدمت بالعارضه ويتقدم الان يتقدم فريق شباب هي مغامرة كبيرة من تيكزا ركلتان إذن لركلة واحدة شباب برج منايل أمام فرصة تسجيل ركلة الجزاء الثالثة حاول استغلال فرصة الإيداع الآن يتقدم مساعدي نور الدين مساعدي في مواجهة سامر يعقوب هل يتألق سامر يعقوب ويعيد فريقه في المباراة أم يسجل مساعدي الهدف أو ركلة الجزاء الثالثة بشكل ممتاز ثالث الأهداف ثالث الركلات الناجحة من مساعدي وفريق الشباب برج منايل يتقدم بثلاث ركلات لركلة واحدة ثلاث ركلات لركلة واحدة وتشجيع طبعا من مساعدي للحارس ساعو حارس سامر يعقوب في جهة وكرة مساعدي في جهة ثانية في الجهة المقابلة الركلة الثالثة إذن فول رمزي يتقدم هل يسجل نعم يسجل الإصابة وركلة جزاء الثانية ثلاثة مقابل اثنين ثلاثة مقابل اثنين مع إضاعة ركلة جزاء واحدة من جانب شبيبة جيجا ثلاثة مقابل اثنين أسبقية لفريق شباب برج منايل ترقب الكثير من الأنفاس حبست لكل المتابعين لكل الأنصار أنصار الفريقين شباب برج منايل و طريقة بالينكا يضيعها أوهو ضاعت من جانب فريق شباب برج منايل والفرصة الآن أصبحت مواتية لفريق شبيبة جيجل من أجل تعديل النتيجة أيضا ضيعها اللاعب رقم 20 نعم بورويس نبيل كرة على المرمى كانت بقوة بالقدم اليسرى وتيكزا كما ذكرت منذ قليل ضيع المدافع لكن فريق شبيبة جيجل أمام فرصة لتعديل النتيجة ولترجيح وتعديل النتيجة نعم تركيز عالي بهذا ضاعت من بوشابو موسى البديل الذي دخل في الشوط الإضافي الثاني ضاع وفوت على فريق شبيبة جيجل فرصة تعديل النتيجة ولكن أو تعديل ركلة الجزاء لتكون 3-3 ولكن منح الفرصة المواتية الآن هذه ركلة الجزاء الأخيرة الآن ركلة الجزاء الحاسمة من أيت فرقان إذا سجل الآن أيت فرقان سيتأهل ويفوز فريق شباب برج منايل ويصعد للقسم الثاني إذن فريق شبيبة جيجل ضيع فرصتين وأيت فرقان أمام فرصة تاريخية ليعيد فريق برج منايل شباب برج منايل إلى التاريخ أيت فرقان إذا سجل خلاص ينهيها فريق برج منايل ويتأهل القسم الثاني بعد الحركات من الحارس للتأثير أيت فرقان يتقدم هل يسجل أيت فرقان خلاص أنهاها شباب برج منايل فرحة كبيرة فرحة عارمة فرحة لا توصف هنا في مدرجات وأيضا في كرسي احتياط لاعبين وإداريين وفنيين هنيئا إذا مبروك لفريق شباب برج منايل التتويج والفوز
هذه المباراة الفوز بركلات الجزاء التي حسمها بأربعة ركلات مقابل اثنتين. وبالتالي هنيئا ومبروك وهارد لك لفريق شبيبة جيجل الذي بالتأكيد لن يستحق هذه الخسارة، لن يستحق هذه الخسارة لأنه فريق كبير بتاريخ عريق. رغم ذلك أدى موسم كبير في دور في بطولة ما بين الرابطات، ولكن هذه هي كرة القدم، هذه هي أحكام كرة القدم. احتكم الفريقان في النهاية إلى ركلة الجزاء، وفي النهاية كان لابد أن يتأهل ويفوز فريق منهما، شباب برج منايل أو شبيبة بجاية، لكن الأفراح تأتي من هنا من أعلى الشرفات العمارات. المناصرون يحتفلون، أكيد أن برج منايل المدينة لن تنام هذه الليلة، مدينة ستحتفل حتى الصباح احتفاءا بفريقها الذي عاد بعد